والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله عن الآداب والأخلاق الإسلامية. نعم. إن شاء الله. شيخ يجيها يومين يجي أمبي صلاة الإسلام إن شاء الله. المسلم لابد أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم جمعت رتا فكان شوف الأخلاق رب النبي صلى الله عليه وسلم. يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بالتام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار كان يعامل الكفار بحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم رهود القوات. نو تيموي نه دال من مين إسلام كي قوات بان تمين تنون تيموي نه تنوك دوي أخلاق آه. ولابد أن يظهر الإسلام على سلوكي، على أخلاقي، على لباسي، على مشي، على كل شيء في حياتي. جنتي ينترى تايب كان شوف نو أخلاق بحقوات توجيه سمدي بمبئ كاتا كاتا وي وي كان أخي لو تم النبي صلى الله عليه وسلم. رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل أنا مسلم؟ من براه من نعمة نجيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومني قال له مسلم دارتي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم سل جيرانك، اسأل جيرانك. النبي صلى الله عليه وسلم كمان شلائي طاب توين سونيك جدهان رباه نعمة تمر. لماذا؟ لأن الجيران هم يشهدوا عليك بحسن الخلق أو سوء الخلق. بيبرو نجتهان توجينة فسأسي هاجينن من أخلاق رقا أخلاق أكرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم من هو؟ قال المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. النبي صلى الله عليه وسلم بني جيتها نئ مسلم كي نئ دال منوح من بني جيس داي تا ريكا نجي أمبي كي ريكا جو داي تفاق قولتي. يعني المسلم لا يؤذي الآخرين لا بلسانه مثلا بالسب بالشتم أو بالغيبة بالنميمة. نعم. مسلم كي من بني فوق تفاق قول قدال لنا نئ تو تام ريكا كي سدي نجي نجي دام ريكا وفاي سيسين كناون. لا يؤذي الناس بيده يعني لا يضرب بيده. نعم. حتى الصغير الكبير لابد أن يعطي الصغير حقه يعني لا يضرب الصغير. من أي تواي فجينا مسلم من أي من أي تواي من أي من أي بانوتي بسوم باي كي من دوك نوك توج كناوي هاي من دوك ثوم نن جام باي ترو تامين كا كروب نن أي دم لاي تلو من دوك توج داوي من جام باي ترو باي ريو جو لاي تو باك بوان من أي من أي تي.